بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الاعزاء تواصلنا مستمر وننطلق مع هذا الشوط يسير. هذا الشوط شوطنا السادس عشر بمجموع هذه الاشواط. والشوط السادس عشر ينطلق حاملا فئة الابكار, فئة الحيل. نسير مع هذا الشوط, نسير مع هذا التحدي وهذا الاندفاع الى المركز الاول, الى بلشة. بلشة على المركز الاول لسعد بن نهار بن ناصر النعيمي, بينما انتقل الى المركز الثاني من الجانب الاخر. هنالك هملولة, هملولة لمبارك بن سعيد بن عبد الله بن برغش العسكري, بينما انتقل الى المركز الثالث. انتقل الى ثالث التحديات. مياسة قادمة لحمد بن صالح بن هزاع العذبة المري, بينما انتقل الى المسار الرابع وارى الوصول من مخيفة. مخيفة لحمد بن غالب بن سلطان الهديف الكواري. والمركز الخامس هنا الوصول والتقدم من العنود, العنود لعبد الله بن راشد بن محمد بن محسن الانديلة مع المركز الخامس. هذه النتيجة متابعينا مشاهدينا الاعزاء. النداء الاول لهذه الشعارات, النداء الاول للخمسة النجوم الذهبية وارى الوصول والانضمام من هذا الشعار القادم. تهاني قادمة لناصر بن عبد الله بن احمد المسند. اعود الى البداية الى المركز الاول واعود مع الرقص الاول. هادي بلشة على البداية, بلشة لسعد بن نهار بن ناصر النعيمي, من ينطلق مع بلشة على المركز الاول على الاندفاع الاول. هادي بلشة اللي بدأت تقود هذه الشعارات, تقود هذه الأسماء المنطلقة والأسماء المبحرة الباحثة عن الفوز والانتصار, الباحثة عن الناموس والزعفران. المركز الثاني هنالك الوصول من العنود على ثاني التحديات لعبد الله بن راشد بن محمد, عبد الله بن راشد بن محمد بن محسن الانديلة مع المركز الثاني والمركز الثالث. هنالك تهاني, تهاني لناصر بن عبد الله بن احمد بن عبد الله المسند. والمركز الرابع هنا الوصول مع المركز الرابع. هذه القارية, القارية للقارية, القارية مع المركز الخامس بشعار بن عقيل حمد بن محمد بن طالب بن عقيل المركز الخامس. هنالك مع المركز الخامس قوقعة, مع المركز الخامس قوقعة, مع المركز الخامس لناصر بن عبد الله بن احمد بن عبد الله المسند. هذه النتيجة. النداء الثاني بهذا المسار, نداءنا الثاني للخمسة الشعارات الأولى, للخمسة النجوم الذهبية بهذا المسار وبهذا التحدي. أعود مرة أخرى, أعود إلى البداية, إلى الرقص الأول, إلى الانفراد الأول مع بلشة. يا بلشة, يا بلشة, الله يا بلشة, مع سعد بن نهار بن ناصر النعيم. يا سلام, الله يا بلشة, هذا اللي أبلش تبلش المشاركين, بدأت تبلش المتابعين على الرقص الأول, على الانطلاق الأول, قائدة لهذا المسار, قائدة لهذا الشوط. شعار النعيمي, شعار النعيمي القادم مع بلشة. ولكن هنالك من الجانب الآخر هذه اللي بدأت تتحرك, بدأت تتحرك. تهاني, تهاني, تبى تزف التهاني, تبى تزف التهاني إلى ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند. يا سلام, غيرت إلى البداية إلى المركز الأول. أما المركز الثالث هنالك العنود, العنود مع المركز الثالث عبد الله بن راشد بن محمد
ثم احسن نديله مع المركز الثالث والمركز الرابع. وصلت هنالك القارية مع حمد بن محمد بن طالب بن عقيل غادم مع القارية بالمركز الرابع بهذه اللحظات. المركز الخامس غوغعة مع المركز الخامس غوغعة لناصر بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله المسند أيضا يتواجد مع المركز الخامس. هذه النتيجة متابعينا مشاهدينا الأعزاء، نتيجتنا للخمسة المراكز الأولى للخمسة الشعارات الأولى المندفعة الباحثة عن الفوز والانتصار. أعود مرة أخرى إلى المركز الأول، أتحول إلى الصدارة إلى تهاني. الله يا تهاني، هذه تهاني ناصر بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله المسند، من يقدم لنا تهاني بالمركز الأول ويقدم أيضا غوغعة مع المركز الخامس أيضا قادم بالعديد من الأسماء بهذا الشوط. والتهاني على البداية ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند من يتواجد مع تهاني بهذا المسار وبهذا الشوط. هذا الاندفاع، هذا الانطلاق، هذه السيطرة الكاملة، السيطرة الفعالة، سيطرة تهاني بهذا المسار. المركز الثاني بلشه على المركز الثاني، قادمة بلشه مع ثاني التحديات يقدمها سعد بن نهار بن ناصر النعيمي، من يقدم لنا بلشه على المسار الثاني، على ثاني التحديات، ثالث التحديات، ثالث المسارات. هنالك أرى الوصول من العنود مع المركز الثالث، العنود عبد الله بن راشد بن محمد بن محسن الندينة مع المركز الثالث، معاند العنود مع ثالث التحديات. المركز الرابع شعار بن عقيل غادم مع ايضا القارية حمد بن محمد بن طالب بن عقيل مع المركز الرابع والمركز الخامس. وصلت غوغعة، هذه غوغعة أيضا لشعار ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند. هذه النتيجة يا متابعين يا منطلقين، الهدوء الذي يسبق العاصفة أيضا هنا مع هذا المسار ومع هذا الشوط. عود مرة أخرى إلى البداية، إلى الركس الأول، عادت بلشة على البداية، عادت واستعادت حقوقها المنهوبة هنا مع الركس الأول. سعد بن نهار بن ناصر النعيمي وهنالك تهاني من الجانب الآخر، تهاني مع المسند مع ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند اللي غيرت إلى المركز الأول بهذه اللحظات، إلى الصدارة الأولى بهذا المسار. المركز الثالث وصل بن عقيل مع الغارية حمد بن محمد بن طالب بن عقيل مع المركز الرابع، المركز الخامس هنالك العنود عبد الله بن راشد بن محسن، عبد الله بن راشد بن محمد بن محسن الانديلة مع المركز الرابع، المركز الخامس. أتت هنا أيضا العنود عبد الله بن راشد بن محمد بن محسن الانديلة أيضا من يقدم لنا العنود بهذا المسار. من الجانب الآخر هنالك غوغعة مع المركز الثالث بهذه اللحظات، غوغعة لأيضا شعار ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند. هذه النتيجة، أعود مع المركز الأول. يسلم يا هذا الاندفاع، هذه القيادة الممتازة، قيادة هذا المسار، قيادة تهاني أيضا تريد أن تزف التهاني إلى ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند القادم مع تهاني بهذا المسار وبهذا
الشوط. يا سلام، الله يداني الله يداني، ولكن وصلت الأسماء، وصلت شعاراتنا القارية قادمة مع المركز الثاني القارية. حمد بن محمد بن طالب بن عقيل قادم مع القارية بالمركز الثاني. المركز الثالث شعار سائد الرموز قادم مع الغزيل. الغزيل اول اذاعه الغزيل بهذا المسار. عبد الله بن زايد بن منصور بن سيف الخيارين قادما مع الغزيل بالمركز الرابع. وهنا الوصول من العنود. العنود قادمه، العنود ايضا لعبد الله بن راشد بن محمد بن محسن الانتيلة. وصلت الشعارات، وصلت غوغعة لناصر بن عبد الله بن احمد بن عبد الله المسند. ولكن اعود مع البداية، اعود مع بن عقيل مع القارية. حمد بن محمد بن طالب بن عقيل والعنود غيرت الى المركز الاول. الكيل الخطير، كيل التحديات بقيادة العنود. العنود يا العنود، عبد الله بن راشد بن محمد بن محسن الديلة على البداية الأولى، على الرقص الأول، على الانطلاق الأول. يا سلام يا العنود على البداية الأولى، ولكن غوغعة مع بن عقيل مع المركز الثاني. وصلت هنالك أيضا تهاني من الجانب الآخر. تهاني يا تهاني، ناصر بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله المسند مع المركز الثاني. وصلت هنالك الجازي مع المركز الرابع. صالح بن حمد القمر النابت مع المركز الرابع. ولكن اعود الى البداية، الى المركز الاول. العنود يا العنود الاقرب للفوز مع ايضا، ولكن تهاني زفت التهاني الى المسند. سلام تهاني الناموس ناصر بن عبد الله بن احمد المسند على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني العنود عبد الله بن راشد بن محمد بن محسن الديل. المركز الثالث الجازي صالح بن حمد القمرة النابت. المركز الرابع اتت غوغة علي ناصر بن عبد الله بن احمد المسند. والمركز الخامس وصلت هنالك الغارية حمد بن محمد بن طالب بن عقيل. هذه النتيجة ولحظات وصول تهاني اللي ذهبت بالتهاني وزفت التهاني والناموس الى ناصر بن عبد الله بن احمد المسند. لحظات وصولها الى خط النهاية منجزة الفوز والانتصار. هذه اللي قادمة تهاني مسجلة توقيتا وقدر 13 دقيقة وسبع ثواني وجزئين من الثانية. تهاني الناموس. المركز الثاني أتت العنود عبد الله بن راشد الانديلة مسجلة توقيت وقدرة 13 دقيقة وثمان ثواني وسبع أجزاء من الثانية. المركز الثالث الجازي لصالح بن حمد القمرة النابت مسجلة توقيت وقدرة 13 دقيقة وتسع أجزاء تسع ثواني وبدون أي أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.